طب بدي اسالك سؤال يا احبه، هو هيك هلا؟ هو هيك؟ تخيل الصورة الكبيرة تبع العالم العربي، تبع العالم ككل، تكتمل نهار اللي انت بتقول ايه؟ في شيء ناقص، لان انا وياك بعد ما عم نقول ايه؟ بنقولها بتمنا بس بحياتنا لا. عشان هيك المسيح مأخر ليجي، قلبه مكسور. دعيك من 10 سنين، دعيك من 5 سنين، دعيك من 20 سنة، دعيك من شهر، دعيك من جمعة، وعم بيرجع بدعيك وعم بيرجع لك طيب هلا هلا، وكل يوم الصبح بقول مراحمي شديدة في كل صباح، اليوم فيك تبلش، اليوم فيك تبلش، في دعوة، بعد في أمل، وأنت فيك تحقق مقاصدي. كان أنا وياك منشغلين مرتا مرتا، منشغلة بأمور كثيرة، والمطلوب واحد، في دعوة، في مقاصد. أهم نقطة بحياة إنسان مزدهر، قلت لك بالحقيقة أعلى درجات الازدهار هي الغفران، بس خليني أقول لك هيك اليوم، أعلى، اسمعني، أعلى مستوى حياة إنسان مزدهر هو إدراكه إنه عايش بدعوة إلهية.